<applause> طيب يا دكتور هاشم هذا التعدد هذا النموذج ربما الفريد دعنا نقول من تعدد الأجهزة الأمنية لا أدري يعني كم التنسيق وحجم التنسيق بينهم كيف يجري إنما هل هو دواء لأزمة الأمن في العراق أم ربما هو سبب الداء بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم وتحية إلى ضيفكم الكريم الدكتور عبد الكريم ودعني اقول لك ما عددتموه من اجهزه امنيه في تقريركم وما ذكرتموه في سؤالكم هو حاله طبيعيه بل على غياب هذا التعدد يعد مؤشرا على الخلل باعتبار انه تاسيس الاجهزه الامنيه ياتي الى متطلبات الحاجه ونوع التعامل الأمني فمن الطبيعي وفي كل العالم هناك تقسيمات في وزارة الداخلية مثلا مثل ما ذكرتم ولربما هناك تقسيمات أكبر شرطة جمارك شرطة حدود نعم. شرطة مكافحة مخدرات شرطة تهريب هذا طبيعي وكذلك في الجيش هنالك صنوف طيران جيش قوة جوية دروع هذه من الطبيعي وأيضا في الوزارات التي من طبيعتها هو الأمن الاستخباري أيضا فيها تصنيفات وهذا هو كان أيضا في القوات الأمنية في العراق نعم أولا الآن الحديث عن الوقت راهن لا يوجد خلل أمني وبصراحة كاملة وبالواقع اليوم القوات الامنيه العراقيه بكل صنوفها هي ماسكه الامن بشكل جيد جدا، تحدث خروقات هنا وهناك ولكن لم يكن حاله من الامن مثل ما كانت في سنوات الاحتلال او ما بعد ذلك بان هنالك مناطق يستولي عليها الارهاب ويستمكن بها دون ان تصل القوات الامنيه او تكون مدن تحت سيطره الارهاب، هذا الامر غادرناه بالكامل. ذلك بعض الخروقات يتم ملاحقتها طيب احتاج نعم. احتاج الى المقاطعه دكتور هاشم اسمح لي احتاج الى المقاطعه بطبيعه الحال الوضع الامني في العراق ليس كما كان في 2003 و2004 و2005 بطبيعه الحال الشرطه موجوده بطبيعه الحال انما نتحدث عن الامن نتحدث عن الامن منظومه الامن يعني مثلا مثلا من يستهدف المنشات الامريكيه في العراق مثلا منذ سنتين واكثر حتى اللحظه الجهات الامنيه لا تستطيع ان تصل اليهم او تقبض عليهم مثلا الان الحديث اصبح منفصل بالكامل لا لا نفس ما نفس عن الأمن؟ هذه الاجهزه الامنيه هو كان سؤالي هذه الاجهزه الامنيه هل هي دواء للحاله الامنيه في العراق ام ربما سبب الداء ام ربما انشئت لاغراض غير الامن؟ جيد اولا هذه الاجهزه الامنيه هي دواء لخلال بالامن الذي كان وايضا لوجود الارهاب الذي جزء كبير منه زرع باراده امريكيه وبعمل امريكي واعترف الامريكان به كما جاء على لسان ترامب والى كلينتون اما عمل الامن فهو معني بامن العراقيين جزء مما تعانيه الاجهزه الامنيه في حفاظ على امن العراقيين هو العدوان الذي يمارسه الامريكان بانتهاك السياده وقصف العراقيين بالطائرات. أه الامر هذا طبيعي انه هنالك اعتداء من دوله اعمالها اعمال محتل قاتل فمن الطبيعي ان تواجه افعالا بالمقاومة حسب الشرعية الدولية والقانون الدولي لا. أما إذا كان الحديث على أمن المواطن العراقي فلنا اليوم أن نفخر بقواتنا الأمنية جميعا التي تجاوزت الأخطاء التي ارتكبها الأمريكان بتأسيس الأجهزة الأمنية وخطأهم الأكبر بحل الجيش العراقي انتقاما وأيضا في محاولة لإفراغ العراق من القوات الأمنية حتى يكون هذا الأمر مبررا وذريعة لبقائهم كقوات احتلال لكن طيب. الآن الحالة الأمنية جيدة ومستكملة بدرجة كبيرة لعل ما نعانيه أو ما نشكو منه هو احتكار التسليح وأيضا الضغط السياسي الأمريكي أنهم لا يعطون العراقيين أسلحة ولا يسمحون لهم بأن يشتروا أسلحة من طيب. دول أخرى